كلنا نعرف ان تبغى تضحك تنزل مره واحده في كل شهر. حاليا احنا في شهر يناير، حلقه هذا الشهر راح يكون في حلقه عند الباب. تسمعونه؟ لا ما هو عندي بالفيديو. كين اوكي الله يطمنك على بالي، في حد يطق عند الباب. فك الباب خلينا نشوف مين اللي جاك. اوكي طلع ولدك الصغير، الله يخرب بيت ابليس. خرجت انا يا عمي. لا يا غالي تمزح، قلت ان هذا مقلب. الولد الصغير اختفى وين؟ السلام عليكم اخوان، شلون اخباركم؟ زوين ان شاء الله كلكم بخير. رجعنا للسلسله الرهيبه اشياء تفجع صارت في التيك توك. ويلكم يا اخوان، لنا شهرين من اخر مره نزلنا هذه السلسله، ولكن اعذروني الشهرين اللي قطعت فيها عن هذه السلسله كنت قاعد اطبخ لكم الحلقه الجديده من سلسلتنا الرهيبه، وصار عندنا مجموعه فيديوهات جامده راح نستعرضها مع بعض في فيديو اليوم. فبدون ما نطول اشترك اذا مو مشترك واضغط زر لايك على الطريق. خلونا نشوف الفيديو الاول. الفيديو الاول اللي عندنا اول ما تشوفه تقول الله وش هالكياته؟ وش هاللطف؟ زي ما تشوفون ام مع ابنها وقاعده تلعبه وكل الامور زي العسل، ولكن مجرد ما تكمل الفيديو اللطف راح يختفي. خلونا نشوف كيف. غالي بس السرير ليه ما رتبتي؟ يعني يمكن لو كنت مرتب السرير ومضبطته ما شفنا اللي شفناه. هذا ايش؟ الموضوع ما وقف هنا، اللحاف او الغطاء ارتفع بعدين نزل فجأة، بعد كذا ولدها الثاني دخل الغرفة. ما شاء الله منور، مين هذا الولد الكبير؟ ما شاء الله، الله يخلي عيالك لك. لا دقيقة، ممنون يقول الله يخلي عيالك لك، ما ابغى احول الدعوة وادعي عليهم، هذا ايش؟ ايش اللي قاعد يصير؟ وليش كل الاغراض قاعده تنسحب على فوق؟ بعدين ما شاء الله يا اخوان الولد الصغير مثال مو طبيعي في الفسعات. هذا اخويك اللي يقول لك اسمع اي شيء يصير بكره رب الكعبه انا بظهرك، واول ما تصير مشكله اوف اول واحد يفقع. للأمانة الفيديو كثير غريب، ولاحظت انه واحد بالكومنتات كان كاتب غريب الاشياء ليش دائما تتجه للسقف، انا ما اعتقد انه الشيء هذا حقيقي. وبالفعل انا ما ادري ليش الاشياء كلها قاعد تنسحب على فوق، الله اعلم يمكن في احد متعلق بالسقف وقاعد يسحب بحبل ولا شيء، بس برضو ما اعرف اي احد يتعلق بالسقف الا سبايدر مان. ما اعرف اي بشر يقدر يتعلق على السقف، الموضوع كله غريب. اعطوني انتم رايكم عليه تحت بالكومنتات، وخلونا نروح للفيديو اللي بعده. الفيديو اللي عندنا الان يا اخوان تم تصويره اتوقع بكاميرا دقتها 8K زي ما تشوفون، ما شاء الله تبارك الله دقه زي الزفت. الزبده يا اخوان انه هذا واحد داخل احد الاماكن المهجوره، اوكي؟ والى الان ما اعرف ليش الناس تحب تروح اماكن مهجوره وبعدين تنصدم انه في شيء مخيف صاير لها، يعني انت رايح مكان مهجور ما بتلقى ملاهي داخل، يا انه ما بتحصل شيء يا انه ممكن تحصل شيء يخوف. ليش الكل ينصدم لما يشوف شيء يخوف يقول اوه ايش هذا؟ انت رايح عندهم تستهبل؟ يا عمي لحظه اوكي، وانا قاعد امنتجك اكتشفت اني شخصنتها. حتى ما وريتكم الفيديو شخصنتها بعد يروحون الاماكن المهجوره. ما علينا نخش الفيديو. لا يا عيال يعني خوفت، ليش صارخ؟ ما له داعي للصراخ، داخل غرفة النوم كيف بتلاقي واحد نايم؟ خله ياخذ راحته، لا تصارخ، تزعجه تصحيه من النوم ما نبي. يا ابن الحلال طفي فلاشك وتعود من الشيطان وانقلع، اطلع برا، خلي الرجال نايم. لا حول ولا قوة الا بالله، ما بيسمع كلام، ما هو راضي يطلع، ايش تبي؟ يا ابني لا تصارخ، فجرت اذني. هو ليش خايف؟ هو ايش متوقع؟ الادمي نايم، بني ادمي عادي طبيعي زيك زي ما شفت، حتى انت رجله طالعه من الغطا. الشيء المخيف الوحيد اللي ممكن اتفق انك عادي تصارخ اللي هو يوم فتحت الغطا ويطلع ما في احد، بس الرجول لحالها، هنا خذ راحتك صارخ. بس فتحت الغطا ولقيت رجل ولقيت جودي واحد لابس جنس، ما له داعي تصارخ. تلقى هذا واحد برضو فاضي زيك جاي يستكشف البيت، دخل البيت شاف البيت ما شاء الله دورين، فتش الدور الاول ما لقى فيه اي شيء مثير للاهتمام، قال قبل لا اطلع افتش واستكشف الدور الثاني باخذ غفو ونام عادي. الله يهديك كبرت الموضوع وقعد صارخ على شيء طبيعي.
رغم ان الموضوع يخوف بس انا قاعد يضحكني انه هو بس قاعد يصارخ، ما قاعد يقول كلام بس يصارخ. اعطاك كل انواع الطبقات من الصراخ، صرخه عاديه، صرخه متوسطه، صرخه عاليه، نوع لك، اعطاك طبق، نق الصرخة اللي تبيها. هذا كان الفيديو الثاني، اعطونا رايكم تحت بالكومنتات. هذا واحد للأمانة من الفيديوهات اللي سهل انه الواحد يمثلها وخويه، ما اشوفه فيديو كثير مخيف ولا واو، لكن اعطونا رايكم انتم بالكومنتات وخلونا نروح للفيديو اللي بعده. الفيديو اللي عندنا الان من حساب جدا غريب، كثير منكم منشني عليه. الحساب عليه اكثر من 1,600,000 متابع واكثر من 32 مليون لايك، اعداد رهيبه، واضح ان الحساب هذا وراه شيء مو طبيعي. وبالفعل صاحب الحساب هذا اسمه دييغو من اسبانيا، والادمي هذا تصير معاه مواقف مرعبه جدا كثيره، ومن كثر ما الادمي هذا تصير معاه مواقف غريبه ومخيفه ويصورها ويوثقها على التيك توك. حسابه الاول تبند، كان عنده حساب اول ينزل فيه فيديوهات مرعبه، اوف تيك توك عطوه باند، قال يا حبيبي انقل عماله بيك عنده، ولكن الادمي صمل ورجع سوى اكونت ثاني، قال لهم سلبيسو سوى اكونتو واسوي اكونت ثاني. طبعا اللي ما فهم ايش قلت قبل شوي مو مشكلتي اذا ما تعرف اسباني، نوت ماي بروبليما. خلينا نشوف الفيديو. اوكي في البدايه زي ما تشوفون خوينا قاعد يصور شنطه عاديه ما فيها اي شيء، لين ما الشنطه هذه تبدا تتحرك. ايوه الشنطه قاعد تتحرك. اول شيء ممكن يجي براس اي بني ادم طبيعي انه يمكن في حيوان الله يكرمكم موجود داخل الشنطه، ولا كيف الشنطه بتتحرك؟ معقول يكون في بني ادم داخل؟ وين؟ دقيقه في اصابع طلعت من الشنطه. معقولة في بني آدمي ده؟ كيف في بني آدمي؟ What is this؟ مخي علق جهلاق، فك الشنطة خلنا نشوف. لا حلو قلتك ما فك هذه الشنطة يا خالي، الشنطة ما فيها إلا ملابس. إيش الشيء اللي كان يحرك الشنطة؟ وإيش قصة الأصابع اللي طلعت فجأة بعدين اختفت؟ حلو هذا أول فيديو بحسابه، الفيديوهات الجاية كيف بتكون؟ اوكي في البدايه كان في اصوات ضحك جدا كثيره، يوم فتح الباب ما في الا اخته صغيره ومعاها دميه، مو معقول اخته صغيره هي اللي قاعده تضحك الضحك هذا كله، برضو مو معقول ان الدميه قاعده تضحك، يعني زين يعني خلص من هذه السالفه، ولكن ما بكبر الموضوع عادي، صوت الضحكات اقدر احطه في المونتاج، يا عمي خذ صوت ضحكات. ايزي الموضوع، مو هذا موضوعنا، ولكن خلونا نكمل الفيديو. كيف تاسين ماميتا؟ ممكن نسوي منها. الله يعطيها العافية، شكرا ما تفوت أي فيديو. اوكي هنا خوينا لاحظ في دمية مرمية على الأرض، فشكله يعني قال أختي معها دمية وفي دمية مرمية على الأرض، خلينا ناخذ الدمية هذه يعني ونلعب مع بعض ولا حاجة، فأول ما جاء يمسك هذه الدمية هذا اللي صار. في واحد سحب الدمية من تحت السرير بس صيده، هذا اللي كان يطلع صوت الضحك، الحين عرفنا طلع ما هو مونتاج، طلع من جد في احد كان بالغرفة هو اللي كان يطلع صوت الضحك هذا، صور لنا اياه بالله. ما في تحت الا جوتي، انتم بكرامه ما سرير ما كان فيه تحت اي شيء، كيف الشيء هذا صار؟ ممكن تقول ادت وكذب؟ لا الفيديو هذا ما هو كذب، الفيديو هذا حقيقي. والدليل هذا التعليق، احمد يقول اول عربي، الكلام ده حقيقي بالمناسبه. احمد اعطانا من عنده انه الكلام هذا حقيقي، الله يعطيك العافيه احمد، طمنا صراحه، وكنت ناوي احقق لكن وفر لي عناء التحقيق. زي ما قلت لكم قبل شوي يا اخوان انه الحساب هذا كثير فيه اشياء غريبه، واحده من الاشياء الغريبه اللي كانت صايره معه انه في احد الدواليب اللي موجوده عنده في المطبخ كان في صوت طق على واحده من الدواليب اللي موجوده هناك، خوينا هنا وقتها قرر يروح يشوف ايش السالفه. اوكي طلع اللي قاعد يطلع الاصوات هي الدميه، يلا يلا مو مشكله اجيبها. لا هذه مسخره يا حبيبي، وش هل الجني اللي يبغى الدمى دي ما تروح من عنده؟ كل ما جاء خوينا بياخذ دميه الجني قال نوت توداي. ليش تخيلت الجني يتكلم انجليزي؟ بس من جد كل ما جاي بياخذ دميه جا سحبها منه، يا حبيبي لا تفككها يا عمي، خلي الرجال ياخذ الدميه. حلوين حلوين قريب قريب اتمنى انك تكتشف الحقيقه. الادمي يرجع على طول سوى حشر رسمون لليد اللي انسحبت من اليسار، كل اللي عليك الان انك تفك الدولاب اللي موجود على اليسار وشوف هذا اللي قاعد يسحب كل دمه منك. اوكي
طبعًا. طبعًا 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 أكيد كذي بيطلع مكان فاضي وما في أحد ويلا وإحنا نصدق إنه هو والله جن. قهرني قهرني يا أخوان. الفيديوهات حقتها واضح إنه فيك ما في أي شيء بالحقيقة بيصير زي كذا. ولكن إخوان الإدت والتصوير عنده يخلي الموضوع كأنه حقيقي 100%. والآدمي ما شاء الله محترف بالشغلة هذه، عنده فيديوهات جدًا كثير على حسابه وجايبة ملايين المشاهدات. الآدمي محترف عارفين، ومن الواضح إنه ماخذ الجانب هذا من الفيديوهات كمحتوى. على العموم أعطوني رأيكم أنتوا عن الفيديوهات اللي هو قاعد يسويها، هل هي من جد سويها كنوع من المحتوى أو إنه لا يمكن الأشياء هذه من جد هي قاعدة تصير معاه وقاعد يوثقها ويبحث ممكن عن حلول. خلونا ننتقل للفيديو اللي بعده. الفيديو اللي عندنا الآن إخوان هو واحد من الفيديوهات اللي فجرت على التيك توك إخوان، أنه فجر على التيك توك ما أقصد إنه جاب 100,000 ولا حتى 1,000,000 مشاهدة. الفيديو هذا جاب أكثر من 7,000,000، 7,000,000 مشاهدة. يا ساتر 7,000,000 يا جمال الرقم صراحة. يعني ما أبغى لمح إنه إحنا وصلنا 7,000,000 مشترك، بس يعني قلت رقم جميل صراحة يعني، رقم كريستيانو بعد لا ما في أجمل من كذا. المهم الفيديو هذا اللي فجر التيك توك إيش قصته؟ هذا واحد يقول لك أنا قاعد في البيت صارت لي أحداث جدا غريبة مما أدت إلى إني أنا أقتنع إنه البيت هذا مسكون، خلاص أنا لازم ألم كل أغراضي وأفقع من هذا البيت لأن ما أبغى يعني أي بيف بيني وبين الجن فاهمين. ففعلا جمع كل أغراض أخذ كل شيء عنده في البيت، ولكن قبل لا يطلع قاعد أبغى أثبت الجوال لعل وعسى أسجل أي شيء مرعب قاعد أنا أواجه الأيام هذه في البيت ويطلع عندي مسجل على الكاميرا. فثبت جواله وبدأ تصوير وهذا الشيء اللي صار معه. أوكي خوينا ثبت الجوال مشى طلع من الغرفة إلى الآن الأمور طيبة إلي ما شفنا في شيء غريب لحق خوينا وهو طالع للدور الثاني. ركزوا زين. اوكي خوينا هنا طلع من الباب اتجه على الدرج بوف 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 انفضل صوت خطوات طلع من الدرج. شوفوا الظل شوفوا الشيء الغريب اللي لحق خوينا وطلع فوق. تحسونه كذا حيوان لانه بالظل كانه كان قاعد يمشي على يده مو على رجوله، فكائن غريب. ولكن مو بس هذا الشيء الغريب اللي صار وياه، خلونا نكمل الفيديو. ياب الباب انفتح، بس يا ترى مين اللي زايرنا؟ مين اللي جاينا هالحزه؟ افا ليه الباب تقفل ابن الحلال؟ ليكون اللي كان يبغى يزورنا انتبه للجوال وهو يصور فقال اوه شيت ان شاء الله ما حد شافني. لا حب ابشرك كلنا شفناك وبينه وبينك يا ليتنا ما شفناك. انا ورد حياك، إذا ما شالك المكان تشيلك العين صدقني. أصلاً خذ البيت كله لك، يعني أنا أخذت أغراضي أصلاً أنا طالع من البيت واعتبر البيت لك، المفتاح برمي لك إياه على طول كذا من الباب وأنا طالع خذه تفضل البيت كله ملك لك. تستاهل والله. لا والله تستاهل. لا لا والله تستاهل. زي ما شفتوا يا إخوان هذا الفيديو كان واحد من الفيديوهات اللي كثير منتشرة بالتيك توك الفترة الأخيرة واللي أنتوا نشنتوني عليها، لما أنا ما عندي تعليق لها لأنه كثير كثير أشياء صارت. اعطونا انتم رقم يا اخوان عن الفيديوهات اللي شفناها في هذه الحلقه من السلسله، وابشروا والله ناوي اكثر حلقات اكثر من السلسله هذه، وبرضه ناوي انزل لكم حلقه جديده من قصص عبد الله قريب، ولكن صبركم علي مخي قاعد يطبخ في كثير اشياء ابغى اسويها ولكن الوقت ما يسعفني. ال24 ساعه قاعد احسها كانها 24 ثانيه وربما كان، ولكن دائما تاكدوا يا اخوان انه I got you. المهم يا اخوان شكرا على المشاهده، شكرا على كل الدعم، شكرا على كومنتاتكم الرهيبه، اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. كان معكم عبد الله، يلا سلام.